اهلا بكم من جديد متابعين الكرام في كل مكان عبر صباحات سودانيه، وما زلنا في اجواء المونديال، مونديال روسيا 2018. نسعد جدا في المساحه دي انه نرحب بالمعلق الرياضي المعروف النزير بابكر البشير، ذاك الاسم الذي نسمعه في كل تعليق اذاعي وتلفزيوني على مباريات محليه وعالميه ايضا كذلك من خلال ما يقدمه عبر الاذاعه الرياضيه 104 FM. مرحبا بك النذير وصباح النور. صباح الخير عمار الشيبة، وتحية لك لكل مشاهدي قناة سودانية 24، ونقول الليلة عيدنا مونديال، يعني زي ما نقول مبسوط كده بالأجواء المونديال. معلقين طبعا دائما على الكور بيكونوا مبسوطين بحدث تاريخي زي ده. نعم، لأنه هو حدث تاريخي للمنتخبين، للبلد المستضيفة، كذلك المعلق برضه بيكون معلق على ماتش زي ده، بيكون بالنسبة له يعني جزئية مهمة في السي في بتاعه. صحيح، ماتش كرواتيا فرنسا اكيد مباراة مهمة جدا، والعالم كله يترقب هذه المباراة. شايفك ليش مشجع للمنتخب الفرنسي؟ مشجع ولا لك رمز تشرب المنتخب الفرنسي يا عمار؟ لا والله ما بشرب، بالعكس انا توقعتها كم مرة وظبطت، والليلة ان شاء الله الكاس حقنا. نذير مرحب بك مرة ثانية، وفي توقعات كاس العالم مبدئيا كده نقول كرواتيا فرنسا، التاريخ بالتاكيد مع فرنسا، لكن كره القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الارقام. هو طبعا التاريخ مع فرنسا، لان فرنسا زي ما قلت شارك كاس العالم 98 مع مخضرم زيدان وبيتي امام البرازيل، وكانت الاراضي الفرنسيه كان برضه 2006 ما كان معهم الحظ، كان مع الطليان طبعا موجودين في البطوله دي عندما خسروا بالترجيح بعد التعادل 1-1، زيدان وماترازي والنطحه الشهيره. الكروات ذاتهم 98 بالنسبه لهم محطه مهمه جدا، انه افضل انجاز كان 98 لما لاقوا فرنسا في نصف النهائي وغادروا، وبالتالي المباراه نفسها هي فيها تاريخ لانه فيها ثار بين كرواتيا وفرنسا. يعني كرواتيا اللي لعبت استاذ من فرنسا وتفوز بكاس العالم، صح، وتشيله من المنتخب الطلع في 98 في احسن انجازاتها، ومنتخب الفرنسي عاوز يعيد الامجاد ويحقق نجمه ثانيه عبر كرواتيا نفسها، فالمباراه يعني صعبه والتكهن بها صعب بالنسبه. الناس بتتكلم والله انه كرواتيا لعبت اكسترا تايم ثلاث مباريات ورا بعض، ربما ده يوديها لانه والله تكون نوعا ما مرهقه في هذه المباراه، ولكن اللياقه البدنيه العاليه شفناها عند الكروات ربما تبشر بانه والله اليوم يكون في اداء ممتاز. هو طبعا دي سلاح ذو حدين، يعني انه فرنسا كرواتيا لعبت اكسترا تايم، لانه مجرد ما يطلق الحكم بيتانا الارجنتيني اليوم صافت البدايه، كرواتيا حتدخل التاريخ لانه هي حتكون اكثر منتخب يلعب زمن في كاس العالم تاريخيا من خلال اكسترا تايم ثلاث مرات. ده نفسه قد يقلل من كرواتيا من خلال الدخول في اكسترا تايم ثاني الليله الرابع، او مثلا اثناء المباراه قد ينخفض المخزون اللياقي، لكن زي ما ذكرت عمار انه اثبتوا بين قوسين كانوا اصحاب النفس الطويل في البطوله. فالمباراه صراحه يعني انا ما اقدر اتكلم بها، لكن شايف انه هي مباراه الاشقاء الاعداء، يعني مودريتش وراكيتيتش ثنائي الكلاسيكو ريال مدريد برشلونه هم الليله مع بعض، نقولوا كانتي بوجبا في تشيلسي ومانشستر واليوم مع بعض، بتلاحظ انه كمان في ثنائيه الراسيات مانزوكاتش ولوفي جيرو اللي افضل ناس بيلعبوا راسيات في العالم. صح، فالمباراه دوري الانجليزي ودوري ايطالي في تفاصيل كثيره ممتعه صراحه. صح، طيب في تفاصيل كثيره برضه ممتعه للحظه رفع الكاس منذ تواريخ بعيده جدا، 1930 كاس العالم لحد 2014، حنشوف لقطات عبر تاريخ لكاس العالم وتلك الفرحه الجميله جدا، ربما اللحظه الاهم جدا. صحيح، العظم مهمه انه في لعيبه كبار جدا ما قدروا يتوجوا باللحظه دي. نتابع من ثم عود من جديد، خليكم معنا. We'll be right back.
جي ارمي. بكم من جديد نذير، يمكن شفت اللقطات المختلفة ويمكن أبرز اللقطات دي لقطات مارادونا مع كأس العالم لا تنسى، لكن ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي الآن واللاعب السابق لمنتخب فرنسا لما رفع الكأس في 98، وهل يمكن أن يتكرر ذلك مدربا ولاعبا؟ طبعا مشاهدة هذه اللقطات ورفع كأس العالم هي اللحظة الأهم طبعا في التاريخ، لأنه الصيحة بتاعت رفع كأس العالم الفرحة بها هي اللحظة الأهم طبعا عند كل لاعب، حتى على مستوى الدوريات المحلية رفع الكأس هي اللحظة الأهم. لو ذهبنا ل 98 لديدي شامب، هو لما رفع الكأس غير أنه فاز بالبطولة كأس العالم، وغير أنه كانت نجمة لفرنسا أولى أو في بلد، هو كسر البروتوكول كمان لما طلع في الطاولة أمام جاك شراك، كانت لحظة مهمة جدا بالنسبة له. إذا اليوم ديشام فريقه أخذ الكاس، هو حيكون المدرب الثالث اللي بيشيل الكاس كلاعب وكمدرب، بداية بزاغالو مع البرازيل اللي هو كمان كمدرب كان في سنة 70، وبيكن باور في 90 لما كان مدرب برضه قبلها كان في 74 شالها كلاعب، بالتالي حيكون طبعا شرف له إنه يكون كأس العالم كلاعب ومدرب كشخصية رقم ثلاثة في العالم. طيب ده لما يكون بالنسبة للاعب شال كاس ومدرب ولاعب أيضا كذلك، لكن لما تكون معلق برضو على كاس العالم إحساس ثاني جدا طبعا. يمكن من حي هنا أستاذ الكبير رشيد بدر عبيد لو كان في 94 صحيح كان ممثلنا في كاس العالم، وسمعنا ذاك الصوت الذي يغري دائما بالصوت الجميل اللي هو التحية في الصباح ده، ونحن من امتداد لذاك الجيل عاوزين نزير برضو ناخذ معك ملمح، لو أديت الخيار إنك تعلق على مباراة وانت بتعلق على الإذاعة الرياضي 104 مباراة البرتغال والأوروغواي. نعم طيب. كانت جميلة جدا أول يوم، ممكن برضو تدينا عنها حاجة كده. طيب أنا ممكن واحد أقول تحية على كل المعلقين في السودان واللي بيعملوا حاليا في الإذاعات لكأس العالم كخدمة تقدم لعدد معين من المستمعين اللي يكونوا في الشغل، في أحد يكون في السوق مرات، أحد عنده مناسبة وبيسمع الراديو لحد ما يصل، فدي الفئة المقصود بها كرة عالمية بصوت يسمع الكرة العالمية. نعم أو أستاذ رشيد عبيد زي ما قلت هو شارك في 94 وقدم نفسه بشكل جيد، والآن عندنا سوار الذهب ما كان في صالحه في البين سبورت لو التحية. نعم وسوار الذهب أنا ذكرت سوار الذهب في البين سبورت، علق على عدد المباريات ورفع اسم السودان كمان برضه في ناحية التعليق. أنت اخترت طبعا أوروغواي البرتغال، فأنا ممكن أديك هدف كافاني التالي لأنه كان فيه عمل جميل جدا بين سواريز. يلا ظبطوا له الصوت أرفع صوت الكراد. يلا الآن ننتقل إلى الزميل النذير بكر البشير، ومعك نذير لك التحية عن مباراة شيبة في السودانية 24، وأكيد اللقاء الكبير بين منتخبي أوروغواي أستيليست السماوي ومنتخب البرتغال برازيل أوروبا في هذا اللقاء، وما زال اللقاء في فرصة لهدف قادم انطلاقا لكافاري، كافاري نجم البي اس جي والهدف التاريخي للفريق، يلعب لسواريز انطلاقا من سواريز عكسية رأسية هدف جول للمنتخب الأوروغواياني عن طريق الرائع إدسون كافاري برأسية رائعة وضعها بطريقة الشبال رائعة في مرمى الحارس، وفرحة كبيرة للمنتخب أوروغواي بينما انتظار اليوم لمن سيكون بطل ريفاق ديشام أمام أبناء داليتش في مباراة كرواتيا الناريون في تحدي الديوك الفرنسية. يا سلام عليك يا سلام يا سلام نذير، أجواء حماسية جميلة جدا نذير، ودائما نحن لما نسمع صوتك فأل حسن لنا في مبارياتنا المحلية كفرنسيني لا المباريات المحلية فأل حسن بالتأكيد، وحتى على مستوى المنتخبات برضه كذلك نذير. أنا سعيد جدا بالمساحة دي معك، وعاوز اديك مساحه اخيره انك تحيي كل الناس اللي بيشوفوك في كل مكان،
ولو توقعت لنا برضه نتيجة الليلة. طبعا ما بقول بشجع متوقع زي ما قلت فعلا. انا عارفك بشجع لكن ما مشكلة. انا بشجع وطار طبعا. البرازيل. لكن بالنسبة للتوقع اليوم ما اعرف، ممكن الواحد يشوف فرنسا فريق هجومي قوي جدا، وشوف كرواتيا فريق بين الدفاع والهجوم. وان كان كرواتيا هجوميا عنده 12 هدف، فرنسا عندها 10 هدف. صح. لكن كايقاع هجومي بقول فرنسا افضل من كرواتيا، لكن اتوقع كرواتيا لانه المنتخب الكرواتي يعني بلقائه مع انجلترا اثبت انه قادر على انه. صح. طيب في 30 ثانيه كده لحظه رفع الكاس لكرواتيا تكون شكلها كيف مثلا لو فاز البطوله؟ اذا فرحه كبيره للمنتخب الكرواتي والكابتن لوكا مودريتش الكبير الذي قدم نفسه مع ريال مدريد، فاز بلقب ابطال اوروبا لكن لم يكن كابتنا، ها هو كابتن للمنتخب الكرواتي يرفع الكاس عاليا من حضور الرئيسه الكرواتيه المحبوبه في السودان كوليندا جرافار كولافيتش، ولحظه تاريخيه للمنتخب الكرواتي. تحيه طبعا للجمهور الكرواتي وهارلك لمنتخب فرنسا. كده عرفتوا الشرب كرواتيا. شكرا لك مقلب يا عمار. شكرا لك كثير، ان شاء الله نشوفك دائما في منصات عالميه بإذن الله تمثل السودان تمثيل امس النذير، واتمنى اشوفك دائما في كل عيد في كل فرحه. شكرا لك ان شاء الله. انا سعيد جدا اكون معك ومع الاعزاء في السودانيه طبعا خلف الكواليس والتحيه، وان شاء الله يستمتع اليوم بمباراه كبيره في كاس العالم ان شاء الله. شكرا لك نذير.